مصر تحتفل بالذكرى 65 لثورة يوليو، والرئيس السيسي يؤكد أن الثورة نجحت في استعادة المصريين حكم بلادهم. الداخلية تعلن مقتل 8 إرهابيين من حركة حسم بالفيوم، وضبط 5 آخرين بالجيزة والشرقية. شريف إسماعيل يعقد اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية في الإسكندرية ومطروح والبحيرة. الثامنة مساء في القاهرة، السادسة بتوقيت جرانتش، بانوراما إخبارية شاملة تأتيكم من النيل، أهلا بكم. تحية لحضراتكم مشاهدينا. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن ثورة يوليو المجيدة لعبت دورا كبيرا في استرداد المصريين حكم بلادهم. جاء تأكيد الرئيس السيسي في كلمته أمس بمناسبة افتتاح قاعدة محمد نجيب العسكرية التي جاءت بالتزامن مع احتفالات مصر بالذكرى 65 لثورة يوليو. هذا اليوم الخالد من أيام مصر الذي استرد فيه المصريون حكم بلادهم وبدأوا بعده مسيرة طويلة وشاقة من الكفاح لتحقيق آمالهم في الاستقلال والحرية والتنمية. تجاوز تأثير الثورة نطاق مصر وألهمت الشعوب عبر العالم ليصبح التحرر الوطني حقيقة واقعة، ويصبح حق الشعوب في تقرير مصيرها أمرا مسلما به. نتذكر في هذا اليوم اسم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قائد ثورة يوليو الذي تجسدت فيه آمال المصريين نحو الحرية والكرامة، فعبر عنها بإخلاص وكبرياء ووضع اسم مصر في مكانة عالية إقليميا وعالميا. وبمناسبة احتفال مصر بالذكرى 65 لثورة 23 من يوليو المجيدة، بعث الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. وبعث رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل برقية تهنئة إلى الرئيس السيسي، أكد فيها أن ثورة يوليو ستظل دائما حاضرة في وجدان الشعب بما حققته من إنجازات عظيمة. كذلك بعث رئيس مجلس النواب برقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 من يوليو. من جانبه أكد مفتي الجمهورية شوقي علام أن الجيش المصري درع الوطن الحصين لمواجهة الإرهاب. حكاية حرب وطار بيننا وبين الاستعمار، فاكرين لما الشعب اتغرب جوه. هي واحدة من أهم أحداث القرن العشرين، ثورة العصر الذهبي لطبقة العاملة الكادحة. هي ثورة 23 من يوليو التي ما زالت في ذكرها 65 تمثل أكبر حدث في حياة المصريين والتاريخ. من أبرز أسباب قيام الثورة حرب 1948 وضياع فلسطين وفضيحة الأسلحة الفاسدة وقيام اضطرابات داخلية وفشل المساعي الدولية لإجلاء القوات البريطانية وتقليص حجم وحدات الجيش الوطني بعد فرض الحماية البريطانية على مصر. هذه العوامل دفعت بتنظيم الضباط الأحرار بالتعجيل بقيام ثورة يوليو، حتى غادر الملك فاروق مصر في 26 من يوليو من عام 1952، وتم إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية في عام 1953. تميزت ثورة 23 من يوليو التي عرفت في بدايتها بالحركة المباركة بأنها ثورة بيضاء لم ترق فيها الدماء، وبأن من قام بها جيل من الضباط والشبان
حيث كان تشكيل الضباط الأحرار ذا طبيعة خاصة لا ينفرد باتجاه معين ولا ينتمي لحزب سياسي واحد. وسرعان ما اكتسبت ثورة يوليو تأييدا شعبيا، حيث قضت على الإقطاع وأصدرت قانون الإصلاح الزراعي وأمامت التجارة والصناعة التي استأثر بها الأجانب وألغت الطبقية بين الشعب المصري. ومن الإنجازات السياسية لثورة 23 من يوليو تأميم قناة السويس واسترداد الكرامة والاستقلال والحرية والسيطرة على الحكم في مصر بعد توقيع اتفاقية الجلاء بعد أكثر من 70 عاما من الاحتلال. أما على الصعيد العربي فقد تمثلت إنجازات ثورة يوليو في بناء حركة قومية عربية للعمل على تحرير فلسطين وتوحيد وحشد الجهود والطاقات لصالح حركات التحرر العربية وتشكيل حركة عدم الانحياز. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف السيد اللواء طيار أركان حرب هشام الحلبي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا وعضو المجلس المصري لشؤون الخارجية. سيد اللواء تحياتي، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتكم، كل سنة وحضرتك طيبين ومصر كلها، وإن شاء الله دايما يعني ربنا يجعل مصر كلها أعياد كده. امبارح كان في احتفالات كبيرة والنهاردة وإن شاء الله الأعياد تيجي وراء بعضها بإذن الله. سيد اللواء، ونحن نحتفل بذكرى ثورة يوليو، يعني ما يمكن أن نسترجعه من قيم حقيقية ونضالات حقيقية للشعب المصري غيرت مسار الحياة السياسية والاجتماعية في مصر؟ الحقيقة الموضوع ده أنا شايف أن فيه ارتباط ما بين الثورة 23 1950 وثورتين اللي احنا عايشناهم كلنا، سواء 25 يناير أو 30 6. الهدف لو قلنا على الأهداف اللي هي قامت عليها الثورة وتحرك عليها الشعب، الحقيقة إن كان الـ 23 كان قضاء الاستعمار، يمكن 25 يناير كان الاستعمار ما هوش بالصورة، كان التبعية نفسها التبعية خاصة في 30 6، سواء تبعية لدول أو تبعية لتنظيم، والاستعمار هو أيضا كان تبعية لكن الشكل اختلف. القضاء على الإقطاع والسيطرة على رأس المال والعدالة الاجتماعية بتاع اللي كانت 23 يوليو كان هي نفسها العيش والحريه والعداله الاجتماعيه في 25 يناير او 30 6. صحيح. اقامه على حياه ديمقراطيه اللي كانت 23 يوليو 52 هي كان برضو المطالب الغاء المادتين كان 76 لو حضرتك تفتكر، والغاء التوريث وعايز برلمان يعبر عني. تمام. النقطه بقى اللي كانت الحقيقه في الاثنين واضحه جدا، 23 يوليو كان عايز الشعب اقامه جيش وطني قوي، واللي احنا بنشوفه من حديث للجيش والاسلحه اللي بعد 30 6 وامبارح افتتاحات القاعده والقوه العسكريه اللي في ايدينا اللي بنحدث التسليح يوم بعد يوم، برضو انا شايف ان الاثنين واضحين قوي النقطتين دول. ده ما يتم هو اكبر ترجمه، يعني ما يتم الان هو اكبر ترجمه لاهداف الثوره. بالظبط. كلا الثورتين كانت بعد كل ثوره فيهم كانت ملهمه لثورات اخرى. يعني في 52 انا شفت الحركة الافريقيه والثورات اللي قامت والدول العربيه. صحيح. ايضا كان في 25 يناير كان نفس الشعارات في 1000 دول عربيه. كلا الثورتين، ودي يمكن اخر نقطه، ان كلا الثورتين كان بعدهم مشروعات تنميه. في 23 يوليو شفنا مشروعات التنميه اللي كانت موجوده والمصانع، ويعني يمكن حضراتكم التقرير اللي شفناه والنظره للحاله الاجتماعيه ايضا بعد 30 6، المشاريع اللي بتتم رغم الضغوط اللي موجوده علينا سواء داخليه او من الاقليم. فانا شايف ان الشعب المصري يعني هو الشعب المصري اللي قام بالثوره في 52 دول ابائنا واجدادنا، احنا امتداد ليهم. هي حركه الشعب، النقطه اللي كانت مهمه جدا حركه الجيش والشعب مع بعض. في 52 قام الجيش بالثوره، التف الشعب حواليه لاقتناعه بيها. صحيح. في 25 و30 كان الشعب هو اللي قام والتف الجيش معاه على طول واحتضنه واحتضن مطالبه. فانا عايز اقول ان حركه الجيش والشعب حركه متناغمه، وجهين لعمله ذهبيه واحده على مر التاريخ، وده السر بتاع الدوله، ده سر مصر اللي ما يعرفوش غير المصريين. العلاقه القويه الوجدانيه اللي بين الشعب والجيش، ايا كانت الاختلافات وايا كانت التحديات التي تواجه الشعب المصري، وايا كان الزمن وايا كان دول، يعني هو ثابت على قناعاته. بالظبط. ما شفناش احنا يمكن اللي قاموا بحكم السن، ما شفناش اللي قاموا
بالثوره 52 لا شعب ولا جيش ولا قياده يعني. صحيح. حضرنا بعض منهم لكن لما تبص للحركه والتناغم بين الجيش والشعب وده سر الدوله. كل سنة وحضرتك بكل خير، أشكرك جدا السيد اللواء طيار أركان حرب هشام الحلبي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، شكرا جزيلا. في فيينا احتفلت السفارة المصرية بالذكرى 65 لثورة يوليو، وأكد المشاركون أن هذه الثورة لعبت دورا كبيرا في تاريخ مصر الحديث في كافة المجالات. وسط أجواء نبضت بالفخر والاعتزاز بالروح الوطنية بمناسبة ذكرى ثورتي يونيو ويوليو، شهد مقر السفارة المصرية بالنمسا حفل استقبال رسمي شهده ممثلين عن الحكومة النمساوية وسفراء الدول العربية والأجنبية المعتمدين في فيينا وجمع غفير من أبناء مصر بالنمسا. ألقى السفير عمر عامر سفير جمهورية مصر العربية لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية كلمة بهذه المناسبة. أتوجه إليكم بالشكر والتقدير لتلبيتكم لدعوتنا للمشاركة في احتفالنا بالذكرى 65 لثورة 23 يوليو المجيدة. وقبل أن ألقي كلمة بهذه المناسبة أدعوكم جميعا للوقوف دقيقة حداد على شهداء مصر الأبرار من القوات المسلحة وقوات الشرطة والمدنيين الأبرياء الذين لقوا خطفهم نتيجة الأعمال الإرهابية التي تتعرض لها مصر. ستظل الثورات المصرية علامات فارقة مضيئة في تاريخ الشعب المصري العظيم الذي أبهر العالم بتغيير ملامح المشهد السياسي بصورة حضارية. من مقر السفارة المصرية بالعاصمة النمساوية، كل عام وحضراتكم بخير. قناة النيل الإخبارية، مصطفى عبد الله، فيينا. كما أقامت السفارة المصرية لدى اليونان احتفالا بذكرى الثورة بحضور العديد من كبار الشخصيات من مختلف الجنسيات ومختلف الأطياف السياسية تعبيرا عن شعورهم تجاه مصر قيادة وشعبا. وتناول الحضور الحديث عن العلاقات المصرية اليونانية والمشروعات التنموية والإصلاحات في مختلف المجالات. المدعوون توافدوا إلى مقر السفارة المصرية وسط أثينا لتهنئة مصر بذكرى الاحتفال بثورة يوليو المجيدة. كبار الشخصيات من مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية والثقافية جاءوا للتعبير عن شعورهم تجاه مصر شعبا وقيادة وما تتملكه أرض الكنانة في قلوبهم من حب واحترام وتقدير. حجم الحضور ومستوى المشاركة بيدل على عمق العلاقة بين مصر واليونان. مصر واليونان العلاقات بينهم علاقات عميقة ومتأصلة، إنما الزخم اللي موجود حاليا في العلاقات واضح جدا النهاردة من المستوى المشاركة والضيوف اللي شرفونا. في الوقت الراهن العلاقات بين مصر واليونان والتكتل الثلاثي مع قبرص يعطي قوة من الأمن والاستقرار ليس فقط في منطقة المتوسط، ولكن يعطي بريقا من الأمل أيضا لكل المنطقة. ضيوف الاحتفال هنا أشادوا بالشعب المصري الذي خرج في 25 من يناير و30 من يونيو للتعبير عن أرائهم ومواقفهم لعودة مصر إلى مكانتها الدولية المرموقة. نتعاون سويا وبأفضل الطرق، وأعتقد أن هذا يساهم في أمن واستقرار المنطقة ومصالح الدولتين. صراحة الواحد بيشعر بفخر كبير جدا لما بنشوف أنه هذا الصرح في أحلى مكان في اليونان تملكه جمهورية مصر العربية. يا رب دايما نعلي اسم بلدنا ونقف مع بلدنا وكل الخير لمصر إن شاء الله، ونقدر ننتصر على الإرهاب الأسود اللي بهدلنا، وترجع السياحة تبقى قطرة التنمية، ونحس أن مصرنا دي العظيمة من أحسن دول العالم. الضيوف أشادوا بالمشروعات التنموية والإصلاحات في مصر الحديثة، مؤكدين على الدور الحكيم للقيادة المصرية وجهودها في مواجهة الإرهاب في ظل التحديات الدولية والإقليمية. بالرغم من أن الاحتفال هنا في أثينا جاء إحياء لذكرى ثورة يوليو المجيدة، إلا أن الحديث حول المشاريع التنموية والنهضة التي تشهدها مصر حاليا تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي هيمنت على الاحتفال. عبد الستار بركات، النيل، أثينا.
قام قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية اليوم بالإفراج بالعفو عن 493 من نزلاء السجون. يأتي ذلك تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد ثورة 23 من يوليو. محمد محمود أبو الوفا، ألف مبروك العفو. هي اللحظات الأخيرة لهؤلاء السجناء داخل السجن، حيث يتم التدقيق في هوياتهم والنداء عليهم. لقد شملهم العفو الرئاسي عن باقي مدة العقوبة بمناسبة الاحتفال بعيد ثورة 23 من يوليو. قطاع مصلحة السجون عقد لجانا لفحص ملفات نزلاء السجون لتحديد مستحق الإفراج. عملها انتهت إلى انطباق قرار العفو على 493 نزيلة. قرار الجمهوري بيبقى صادر شامل الجرائم المحددة اللي هي العفو، بالإضافة إلى قضاء نص المدة وحسن السير والسلوك خلال فترة تواجده في السجن. ويمكن الشرط الأخير ده شرط مهم جدا، لأنه بيدي دافع للنزيل عندنا في السجون أنه يستفيد من هذا العفو ويكون حسن السير والسلوك، وممكن يبقى تشغيله وتصنيعه ويطلع يشتغل وينضم للمجتمع مرة تانية إن شاء الله. ياريت يعني الناس تمشي صح وتمشي عدل، عشان السجن مهما يكون سجن ومهما يكون هو بس اسمه سجن، بس اتعلمنا حاجات كتيرة بجد يعني. وبقول للناس إنه مفيش حد يخش السجن عشان حرمان أهله وعياله وبيته وأهله ومصالحه، السنين اللي بتضع منه من العمر مش من حاجة تانية يعني. بلغوني الصبح إن أنا طالع، وساعتها كان أحلى فترة في حياتي قضيتها الحمد لله، إن أنا يعني راجعت نفسي في الغلط وخلاص خدت القرار الصح إن أنا أطلع أعيش في النور. أنا لحد دلوقتي مش مصدق، يعني الحمد لله إن أنا مشيت. بدأ المفرج عنهم في الخروج من الأبواب الداخلية للسجن، في انتظارهم كان الأهل. لحظات من السعادة جمعت المفرج عنهم بذويهم، منهم من كان يعلم بقرار الإفراج فجاء ليستقبل المفرج عنه، ومنهم من حضر للزيارة فكانت المفاجأة بالعفو لحظات رصدتها العدسات. بشكر كل حكومتنا وكل بلدنا على حسن المعاملة معاهم وعدم التقصير، ما فرطوش فيهم. فرحت والله يا باشا، كل خير والله، واشكر السادة المسؤولين واشكر رئيس عبد الفتاح السيسي والله يا باشا، انا واقف جنبينا برضه طلعنا يا باشا في ميعاد ما تاخرش علينا في حاجه. زين الزياره عاديه، راحوا قالوا لنا بره ده ما فيش زياره، ده النهارده في خروج. ربنا ارزمني ان انا اجي ازور برضه، كان ربنا كرمني ان انا اخده معايا. انا كنت جايه له زياره وقالوا لي، هو قال لي ده انا هطلع يوم 23، فما كنتش مصدقه نفسي لما قالوا لي النهارده ابنك ورق وجي وروحي عشان خد عربيه وروحي طلعيه من البواب. الدنيا ما كانتش سايعاني والفرح. اللقطة الأخيرة، تفتح البوابة الرئيسية لسجن ترى لينطلق منها أكثر من 140 من المفرج عنهم في اتجاه الحرية، بالتزامن مع انطلاق باقي المفرج عنهم من السجون الأخرى على مستوى الجمهورية بعد مدد متفاوتة من العقوبة وعقل لها الدرس ليسيروا في طريق مستقيم. أعلنت وزارة الداخلية مقتل 8 إرهابيين وضبط 5 من حركة حسم بالفيوم والجيزة والشرقية، وذلك استمرارا في ملاحقة الوزارة لعناصر الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية والمسمى بحركة حسم. وأوضحت الوزارة اليوم أنه توفرت معلومات مؤكدة لقطاع الأمن الوطني تفيد اطلاع قيادات الحركة بتطوير استراتيجياتهم من خلال استقطاب عناصر شبابية جديدة وإخضاعهم لدورات تدريبية مكثفة بإحدى المناطق الصحراوية بنطاق محافظة الفيوم. من ناحية أخرى، تم تحديد وكرين آخرين لعناصر الحركة بمحافظتي الجيزة والشرقية، اللذين تم اتخاذهما كمقرات لعقد اللقاءات التنظيمية للإعداد والتخطيط لعملياتهم الإرهابية، حيث تم ضبط 5 من عناصر الحركة. اسمي أحمد شهد محمد، اسم الحركة هاني جمال، من قرية مشتو القاضي تبع مركز زقازيق. اتصلت مع الإخوان سنة 2011، بدأت قعد معهم أسر وبدأت أنا للمظاهرات بعد فض ربع. اتصلت مع عبد الله، دي اسم الحركة واسمه الحقيقي أسامة سمير، قال لي إن في مجموعات بتتكون تبع حركة مجموعات طلائع تبع حركة حسم. وصلني بواحد اسمه فارس، دي اسم الحركة، قال لي إن في لازم تاخد دورات تأهيلات عشان العمل المسلح. خدت دورات، كان مسؤول المجموعة هو فارس، وكنا أنا وفارس وعلي وطارق، مسؤولنا كان فارس. خدت الدورات في تأهيل العمل المسلح،
خدت كانت اول كانت دورات البدني والدوره البدني والدوره اللي بعد كده كانت دوره تامين الموبايل في تامين التواصل، واخدت الدوره الثالثه كانت في فيوم تبع مركز ابشواي، هو ايه التعامل مع السلاح واستخدام السلاح. ثم بعد ذلك وصلني بمجموعه جديده، هي مجموعه كان مسؤولها امير وكان فيها مجدي وانا كنت الثالث. ودي معي عبر الهاتف سيادة اللواء فاروق المقراحي مساعد وزير الداخلية الأسبق. سيادة اللواء، في ظل استمرار الجهود الأمنية في ملاحقة عناصر حركة حسم الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية، في رأيك يعني في أي إطار نضع خطورة استقطابهم لعدد من الشباب في محافظات الجمهورية؟ أهلا بك يا أستاذ. أهلا بك. تحياتي لك والأستاذ فوزي ولأسرة تحرير البرنامج. أهلا بك. شوفي، جماعة الحسم الإرهابية الحمد لله الأمن الوطني قدر يعني من خلال جمع المعلومات ومن خلال تجنيد المصادر إن هو يصفي منها في خلال الأسبوع اللي فات 9 والنهاردة 8، يبقى حوالي 17 واحد في خلال أسبوع، ودي ضربات استباقية وإجهاض مبكر لتلك العصابة الإرهابية. والخمسة اللي اتضبطوا في الجيزة والشرقية 3 والجيزة 2 في الأوقار اللي هم بيتجمعوا فيها علشان بعد كده ياخدوا التدريب اللي هو يدربوا على القوة الأول فيزيكال فيتنس اللي هو الاستعداد البدني، وبعدين يعلموا كيفية استعمال الاتصالات وإزاي يأمن الموبايل والكلام ده، دي فرقة أخرى. وبعدين ياخدوا على صحراء بشوي أو صحراء تنورس في الفيوم ويعملوا خيمة ويعملوا زي الخيمة اللي اتضربت النهاردة. فكل ده مجهود جبار بذله جهاز الأمن الوطني وبمساعدة جهاز الأمن العام في اختراق وقيام بعمليات استباقية لهذه العصابة الإرهابية. العصابة دي كانت شغالة في بتاخد الشباب اللي هو الشباب الصغير اللي هو كان مبتدئ في جماعة الإخوان الإرهابية أو اللي لسه متعاطف، يعني هم 6 درجات إخواني من مبتدئ لغاية ما يبقى أخ 6 درجات. المبتدئ أو المتعاطف أو المحب، دول 3 درجات الأولانيين، مبتدئ وبعدين متعاطف وبعدين محب. 3 درجات دول كانوا موجودين، فهم بيستقطبوهم بقى دلوقتي على أساس إن الورق بتاعهم غير متوافر، فتمكن جهاز الأمن الوطني من إن هو يوصل لهذا التشكيل ويعمل العمليات الضربات الاستباقية والإجهاض المبكر لتلك العمليات، نتيجة أن العصابة دي مع مخها مغسول ومخها شغال على أساس أن هم لهم وضعية معينة. ولكن بإذن الله تعالى سيتم القضاء على تلك العصابات الإرهابية، سواء كان الجناح اللي موجود في سيناء تحت اسم بيت المقدس أو الحسم أو أجناد مصر، كل دي مسميات لإسم واحد عشان نبقى متفقين جميعا كمصريين. نعم. على إن الكل أبناء جماعة الإخوان الإرهابية، دي مسميات مختلفة علشان يبينوا للعالم أن هناك عدة جماعات بتشتغل، وإن هناك عدة عصابات بتشتغل، وإن الموضوع من هذا القبيل. تمام، أشكرك جزيلا سيادة اللواء فاروق المقراحي مساعد وزير الداخلية الأسبق. قبل ساعات من انطلاق المؤتمر الوطني للشباب في الأسكندرية، عقد المهدي شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماعا مع وزير التنمية المحلية ومحافظي الأسكندرية ومطروح والبحيرة. جاء انعقاد الاجتماع بمقر مجلس الوزراء بالأسكندرية لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في المحافظات الثلاثة.
وخلال الاجتماع وجه رئيس الوزراء بضرورة استكمال تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية وفقا للمواعيد المحددة، إلى جانب أهمية سرعة الانتهاء من إعداد الدراسات الخاصة بالمشروعات الجديدة التي تحتاجها تلك المحافظات لتلبية كافة احتياجات المواطنين في مختلف المجالات. كما وجه بالاستمرار في إزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة والسير في إجراءات تقنين الأراضي حفاظا على حقوق الدولة والمواطنين. أكد اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية على أهمية تكثيف الانتشار الأمني بالشوارع والمحاور الرئيسة مع نشر الدوريات والخدمات السرية للمرور بشكل مستمر لملاحظة الحالة الأمنية والتعامل الفوري مع كافة المواقف الطارئة بما يضمن سلامة المواطنين. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير الداخلية بحضور القيادات الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية لمراجعة بنود الخطط التأمينية قبل انطلاق فعاليات مؤتمر الشباب بالمحافظة والمقرر غدا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وشدد الوزير على ضرورة الانضباط والدقة في تنفيذ الخطط الأمنية وتفعيل أقصى معدلات التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية ودور العبادة ورفع درجة الاستعداد وتوفير الحماية الكاملة والتعامل مع أي تهديدات قد تتعرض لها بمنتهى الحزم والحسم. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من الأسكندرية مراسل النيل الزميل علاء رشوان. علاء، تحياتي، أبرز ما يمكن أن ترصده قبل أن تلقي فعاليات المؤتمر في الأسكندرية. نعم، تحياتي إليك فوزي. يأتي هذا المؤتمر في نسخته الرابعة انطلاقا هنا من مدينة الإسكندرية. أولى ملاحظاتي أن هذا المؤتمر ليس مخصصا فقط لشباب محافظة الإسكندرية، وإنما يمتد الحضور الكثيف لهؤلاء الشباب ليشمل نحو 5 محافظات إقليم غرب الدلتا، تحديدا محافظات البحيرة، كفر الشيخ، أيضا الإسكندرية ودمنهور. وامتد أيضا الحضور للمرة الأولى، وكما هو من المقرر أن يكون متبع في تنظيم هذا المؤتمر الذي تشرف عليه رئاسة الجمهورية أن يكون الحضور 60% من الشباب يحضر هذا المؤتمر لأول مرة، يعني تعميم الاستفادة من هذا العصف الذهني الذي والجسر الذي تتفق عليه الدولة بقيادتها السياسية وبمسؤوليها مع شباب البلد، شباب البلد من كل المحافظات. من المقرر أن تنطلق أعمال وفعاليات هذا المؤتمر غدا في تمام الساعة 11 صباحا بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب وعدد كبير من الوزراء، بالإضافة إلى عدد كبير آخر من كبار رجال الدولة من المفكرين والمثقفين ورؤساء الجامعات ورؤساء الأحزاب والنقابات المهنية والمجلس القومي للمرأة وبعض المجالس الأخرى المتخصصة. من المقرر أن تنطلق الفعاليات في تمام الساعة 11 بعد أن يعطي السيد الرئيس إشارة البدء لفعاليات هذا المؤتمر الذي يمتد على مدار يومين. من المقرر غدا أن تناقش ورش عمل وجلسات المؤتمر عدة محاور، دعنا نتحدث في عجالة عن أبرز هذه المحاور: رؤية مصر لعام 2030، رؤية مصر المتنمية المستدامة حتى عام 2030 على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية. سوف تكون هناك أيضا جلسات حول نموذج محاكاة الدولة المصرية، مناقشة لبعض القوانين الأخرى المطروحة على مجلس النواب من بينها قانون الرياضة الجديد وتطوير البنية الأساسية في إطار استعدادات الدولة وخطط الدولة لرفع كفاءة المنشآت الحيوية والهامة وفتح آفاق جديدة للاستثمارات عبر رفع كفاءة البنية الأساسية. وهناك أيضا الجلسة الهامة التي ينتظرها كافة المشاركون في هذه الفعاليات وهي جلسة اسأل الرئيس، هذا النهج الذي يعاد للمرة الثانية في هذا المؤتمر، وفي خلاله سوف يقوم السيد الرئيس بالرد على بعض التساؤلات التي وردت إلى إدارة المؤتمر خلال الأيام القليلة الماضية سواء عبر الموقع الإلكتروني أو سواء عبر الاتصال المباشر. أشكرك. المؤتمر. أشكرك الزميل علاء رشوان مراسل النيل في الأسكندرية، شكرا جزيلا.
تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا من نظيره التركي مولود شاوش أوغلو للتشاور بشأن الأوضاع المتردية في القدس المحتلة والاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين. وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أن الاتصال جاء في ضوء رئاسة تركيا الحالية لمنظمة التعاون الإسلامي والتنسيق بشأن ما يمكن اتخاذه من إجراءات في إطار المنظمة بهذا الشأن. دعا فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب هيئة كبار العلماء إلى اجتماع طارئ بعد غد لبحث الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى. من جانبه قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنه لن يسمح بتركيب البوابات الإلكترونية على بوابات المسجد الأقصى. وأكد الرئيس الفلسطيني أن السيادة على المسجد الأقصى من حق الفلسطينيين وليست من حق سلطات الاحتلال الإسرائيلية، داعيا الفلسطينيين إلى التحمل والصبر حتى يتم إيقاف تركيب البوابات الإلكترونية وكذلك إيقاف الاقتحامات التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية في كل مدن الضفة الغربية. أعلن مجلس الجامعة العربية اليوم عن عقد اجتماع طارئ على مستوى وزراء الخارجية الأسبوع الجاري بعد تصاعد التوتر في مدينة القدس المحتلة. وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي والمطاطية والغاز السام تجاه تظاهرة على حاجز قلانديا العسكرية شمال القدس المحتلة، مما أسفر عن إصابة 5 فلسطينيين بالاختناق بالغاز وإصابة 6 بالرصاصة. يأتي هذا في الوقت الذي نصبت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم جسورا حديدية من أجل تثبيت كاميرات مراقبة يطلق عليها كاميرات ذكية عند باب الأسباط المؤدي إلى الحرم القدسي. في غضون ذلك ذكرت وسائل إعلام أردنية أن مشاجرة وقعت مساء اليوم بين أردني وإسرائيلي داخل السفارة الإسرائيلية في عمان وأسفرت عن إصابة الأردني برصاصتين والإسرائيلي بطعن في الصدر. معي عبر الهاتف من القدس مراسلتنا هناك ثروة شقرة. ثروة، ضعينا في الصورة حول الأوضاع الآن في هذه اللحظات في محيط المسجد الأقصى. نعم إيمان، بعد صلاة العشاء المغرب كان هناك الآلاف من المقدسيين الذين توافدوا إلى باب الأسباط لأداء صلاة المغرب بعد الانتهاء أمهلتهم قوات الشرطة الإسرائيلية دقائق لأن يخلو المنطقة، ولكن بالرغم من ذلك لا يزال عدد كبير يتواجد في القدس بعد قمعهم من قبل الشرطة الإسرائيلية يؤدون الآن صلاة العشاء في باب السلسلة باب المجلس وباب الأسباط. كان قوات الاحتلال قد نصبت اليوم صباحا كاميرات ذكية، وهذه الكاميرات مثل تصور الجسم كآلة الأشعة وهي موجودة أو كانت موجودة في مطارات عالمية ولكن تم إزالتها، وبالتالي هذه الكاميرات جاءت بعد اجتماع الحكومة الإسرائيلية وتحديدا اجتماع الكابينت وهو المجلس الأمني والوزاري المصغر الذي يعني قال فيه بنيامين نتنياهو وجلعاد أردان وزير الأمن الداخلي أنه يحاولون إيجاد بدائل عن البوابات الإلكترونية. مبدأ البوابات والكاميرات وأي يعني بديل من شأنه أن يغير الوضع القائم في المدينة المقدسة مرفوض تماما فلسطينيا، مرفوض لدى القيادات الدينية التي حشدت وما زالت تحشد المواطنين والمقدسيين بأن يرابطوا داخل أروقة المدينة المقدسة وأمام الأبواب إلى أن تعود الأوضاع عليه كما كانت في نعم، لكن الأوضاع في هذه اللحظات بعد صلاة المغرب هادئة يعني فيما يتعلق بالمرابطين أمام المسجد الأقصى في هذه اللحظات؟ الآن يؤدون الصلاة، بعد الانتهاء من الصلاة يعني سنشهد مشهد جديد من القمع كما حدث بعد صلاة المغرب. نكرر هنا أو ننوه هنا أن قوات الشرطة بدأت تتعامل وتبعد المصلين من البوابات القريبة إلى الأقصى وتقوم بإنزالهم إلى الشوارع الرئيسية، وهذا حصل من منذ أمس واليوم أيضا تم قمع الطواقم الصحفية بطريقة همجية جدا لعدم أخذ أي صور من بوابات القدس وتحديدا إلى تركيب هذه الكاميرات. ميدانيا أيضا كان هناك مواجهات ما زالت مستمرة في محيط حاجز قلنديا شمال المدينة المقدسة، أسفرت كما ذكرتم عن إصابات إلى هذه اللحظة، أيضا الاشتباكات مستمرة. أيضا في مدينة بيت لحم خرج بعض المتضامنون يحملون مجسمات للبوابات الإلكترونية وقاموا بحرقها، إلا أن قوات الاحتلال أيضا قمعت هذه التظاهرة. أيضا هناك في الخليل مواجهات مستمرة إلى هذه اللحظة. أشكرك جزيلا عبر الهاتف من القدس مراسلتنا ثروة شقرة.
والآن مشاهدينا مع المتابعة الاقتصادية في هذه البانوراما نتواصل فيها مع حضراتكم مع زميل الأمير داود أمير، تفضل. شكرا لك فوزي، شكرا إيمان. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في أخبار المال والأعمال، ونبدأها بالشأن المحلي، حيث قالت وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر إنه يجري تطوير وتوسيع مركز خدمة المستثمرين لتقديم خدمات أفضل ومساعدة المستثمرين في تقديم كافة التفاصيل المتعلقة بإجراءات تأسيس الشركات. وأضافت نصر أنه تم وضع مسودة للائحتها التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد توضح كل الإجراءات التي تسهل عمل المستثمر، والتي من المنتظر أن يصدرها المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قريبا. ودعت الوزيرة المستثمرين وممثلي الشركات إلى تأسيس الشركات أونلاين من خلال خدمة أسس بنفسك، والتي أطلقتها الوزارة على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للاستثمار. قال وزير الصناعة طارق قبيل إنه سيتم نقل مدابغ سور مجرى العيون إلى مدينة الروبيكي للجلود في مواعيدها المحددة نهاية أغسطس القادم، مؤكدا إمكانية التوسع بالمساحات لأصحاب المدابغ بالمرحلة الثانية. وأشار قبيل إلى أنه من يمتلك أي أوراق رسمية من أصحاب المدابغ بمساحات الأراضي في سور مجرى العيون سيتم إعطاؤه مثيلتها بالمرحلة الأولى. وأوضح وزير الصناعة أنه لم يتم البدء في المرحلة الثانية من المدينة التي يتوافر بها مساحات كبيرة، وعلى من يرغب في التوسع سيكون لديه الفرصة، نافيا ما يتداوله البعض عن عدم وجود إمكانية للتوسع في الإنتاج في مدينة الروبيكي. قال محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية إن صناعة الغزل والنسيج تساهم بنسبة 3% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، ويعمل بها ما يقرب من ثلث القوى العاملة الصناعية في مصر. وأشار المرشدي إلى أن صادرات القطاع تصل لنحو 2.6 مليار دولار في العام بنسبة 15% من الصادرات المصرية غير البترولية. وأضاف رئيس غرفة الصناعات النسيجية أنه يستهدف زيادة الصادرات إلى السوق الإفريقي الذي يعتبر سوقا واعدا، لافتا إلى أن التواجد به يقوي المركز التجاري والسياسي للدولة المصرية. أكدت وزارة التموين التزامها الكامل باستمرار دعم الخبز وتوفيره من خلال 30,000 مخبز بإجمالي إنتاج يصل إلى 300 مليون رغيف يوميا. وأعربت الوزارة عن التزامها بصرف السلع التموينية وفقا لنظام النقاط المستهدف مضاعفته إلى 20 قرشا لكل رغيف. وتقترح التموين مضاعفة قيمة نقاط الخبز 100% لتصبح 20 قرشا عن كل رغيف لا يتم استهلاكه في مقابل تحديد نصيب كل فرد من الخبز المدعم بأربعة أرغفة يوميا بدلا من 5 بإجمالي 120 رغيفا شهريا. وقالت وزارة التموين أنه لا مساس بسعر رغيف الخبز المدعم وهو 5 قروش، مشيرة إلى أن تحرير سعر الدقيق أمر تنظيمي لضبط منظومة الخبز. أكد رئيس قطاع السياحة الداخلية بهيئة تنشيط السياحة عادل المصري أن المشروعات القومية الكبرى التي تقوم مصر بها حاليا لها انعكاس إيجابي على التنمية المستدامة لصناعة السياحة. وأضاف المصري أن المرحلة الحالية تشهد نقلة نوعية جديدة نحو تلك المشروعات التي تعتبر قاطرة التنمية. وأكد رئيس قطاع السياحة الداخلية بالهيئة أن مصر في حاجة ماسة لتبني مفهوم ومبدأ التنمية المستدامة للوصول إلى النمو الاقتصادي المتكامل والمستدام. قال الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو إن توازن سوق النفط يتقدم على نحو أبطأ من المتوقع، لكنه سيتسارع في النصف الثاني من العام الجاري. وأشار باركيندو إلى أن النمو القوي للطلب على النفط والالتزام باتفاق خفض الإنتاج وتراجع المخزونات في الولايات المتحدة الأمريكية تعد أهم الأسباب للتسارع المتوقع في استعادة السوق لتوازنها. من جانب
بجانبه أعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أن بلاده التزمت باتفاق خفض إنتاج النفط بواقع 300 ألف برميل يوميا ليبلغ متوسط الإنتاج نحو 10,947,000 برميل يوميا خلال شهر يوليو الجاري. ختام أخبار الاقتصاد وعودة من جديد إلى الزملاء إيمان منصور وفوزي جدلة واستكمال البانوراما. تفضل فوزي. أشكرك الزميل الأمير داود ومع حضراتكم مشاهدينا نستكمل بقية عرض الأنباء، حيث استقبل العاهل السعودي الملك سلمان في جدة اليوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. يأتي هذا الاجتماع في اليوم الأول لجولة أردوغان الخليجية التي تشمل 3 دول وتهدف إلى المساعدة على إيجاد حل دبلوماسي للأزمة بين الدول الداعية لمكافحة الإرهاب وقطر. وتتضمن زيارة أردوغان أيضا الكويت وقطر. في سوريا أعلنت مصادر المعارضة بأن طيران الجيش السوري شن عدة غارات جوية على الغوطة الشرقية بعد وقف إطلاق النار الذي أعلنه الجيش أمس في المنطقة التي تعد أبرز معاقل فصائل المعارضة قرب العاصمة دمشق. جاء إعلان وقف الأعمال القتالية بعد ساعات من إعلان وزارة الدفاع الروسية في بيان لها التوقيع على اتفاقات حول آلية عمل منطقة خفض التصعيد في الغوطة الشرقية بناء على محادثات جرت في القاهرة وضمت مسؤولين من وزارة الدفاع الروسية والمعارضة السورية المعتدلة تحت رعاية مصرية. في غضون ذلك استمرت الاشتباكات بين حزب الله وجبهة النصرة لليوم الثالث على التوالي وتركزت عند مدخل وادي الخيل بجارود عرسال مع تقدم ملحوظ للحزب في عمق الوادي. وذكرت مصادر اللبنانية أن حزب الله أحكم سيطرته العسكرية والميدانية على وادي العويني بجرود عرسال. بانوراما نيل تتواصل مع حضراتكم مشاهدينا ولكن في مجموعة من الأنباء الرياضية. نتحول إلى حنان عاطف، تفضلي حنان.